التغيرات المناخية قضية عالمية لم تلقى الاهتمام المطلوب عالميا بالمقارنة بحجم تأثيراتها البيئية. ومن هذا المنطلق عقدت جامعة حلوان مؤتمر التغيرات النباتية والميكروبيولوجية في ضوء التغيرات المناخية المستجدة، وذلك للدور الهام للمؤسسات البحثية والتعليمية في وضع حلول لتلك المشكلة. كلية العلوم طبعا وقسم النبات بالذات من الأقسام النشطة اللي بتقوم بأعمال دراسات على هذه التغيرات البيئة المحيطة في النباتات وكثيرا من الميكروبيولوجيكال أورجانيزم أو الكائنات الموجودة مع التغير المناخي المتوقع في الفترة القادمة للاستعداد ولحماية الكيان البشري وضمان سلامة وأمن هذا الكيان في الفترة المتوقعة القادمة مع ارتفاع درجات الحرارة في الأماكن المختلفة. التغيرات المناخية دي بيظهر تأثيرها على الحيوان وعلى النبات وعلى البيئة وعلى الإنسان عموما، فلا بد من دراسة هذه الظواهر تمام في الفترات اللي جاية ونظر لأهميتها على الإنسان وعلى الحياة بصفة عامة. زي ما انت شايف برضو حضرتك ارتفاع درجات الحرارة، احنا دايما بنقول ان التغيرات المناخية ارتفاع درجة الحرارة، لا هو مش ارتفاع درجة الحرارة بس، ده ارتفاع درجة الحرارة، الحرائق، القطب الجليدي اللي هو بينصهر. وخلال المؤتمر تم عرض بعض التجارب البحثية الرائدة للخروج من تلك الأزمة، وأهمها الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والتنوع البيولوجي وزراعة الأنسجة واستدامة إنتاج النباتات المتحملة للملوحة وذات العائد الاقتصادي. نشوف ازاي ان احنا نعالج التغيرات ديت، استنبط نباتات جديده عن طريق الهندسه الوراثيه وخلافه، استخدام بعض الطرق الغير تقليديه في انتاج الطاقه، الحد كطاقه الرياح والطاقه الشمسيه، وكذلك مصادر الطاقة الجديدة زي الطاقة المستمدة. التغيرات المناخية المختلفة وأثرها على الصناعات المختلفة اللي بتعمل انبعاثات للغازات على مختلف الأنشطة، الحرائق الموجودة في الغابات في دول زي المكسيك وأمريكا والبرازيل. وتوقع المشاركون في المؤتمر ارتفاع الاحتباس الحراري من درجة ونصف مئوية إلى 3 درجات خلال الفترة القادمة، مما سيكون له أكبر الأثر بيئياً واقتصادياً. التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئات العالمية هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، لذا حرصت المؤسسات التعليمية والبحثية على طرح حلول لتلك المشكلة التي تؤرق بال العالم أجمع. من جامعة حلوان، أشرف مبارك، النيل.